إذا انسحبت عدة آليات تركية منها دبابات وعادت باتجاه الخلف باتجاه النقاط التي انطلقت منها هنا أمام الضغط الشعبي وأمام الاعتصام المفتوح للمدنيين على طريق الإنفور. العربات التركية تنسحب إذا وتعاود انطلاقها باتجاه النقطة التي انطلقت منها كما نرى معكم في الصورة. هنا الآليات التركية التي كانت في طليعة الدورية، حقيقة الدورية المشتركة الروسية التركية أمام تواجد المدنيين وأيضا أمام وجود المعتصمين هنا على طريق الإنفور، تعود باتجاه الخلف وتعود باتجاه النقاط التي انطلقت منها. إذا كما نشاهد عربة عسكرية تعود باتجاه العكس أو باتجاه النقاط التي انطلقت منها. هنا عناصر على ظهر هذه العربة، حقيقة هل هم أتراك هل هم من العناصر القوات الروسية لا ندري، إنما اضطرت العربات للانسحاب إلى النقاط التي انطلقت منها على أوتوستراد الانفور. كما نرى المتظاهرين السلميين الرافضين لمرور الدوريات الروسية التركية على أوتوستراد الانفور يعتلون الآليات ويجبرونها على التراجع باتجاه النقاط التي انطلقت منها. كما نرى معكم آليات عسكرية اضطرت للانسحاب والعودة باتجاه النقاط التي انطلقت منها من نقاط تمركزها الأولى. هنا نحن معكم على الطريق الانفور أو الطريق الواصل بين محافظة حلب ومحافظة اللاذقية. كانت ترمي القوات الروسية إلى تسيير دورية عسكرية على هذا الطريق من مدينة سراقب التي تسيطر عليها قوات النظام باتجاه محافظة اللاذقية. إذن رفض شعبي كبير من قبل المدنيين لتسيير الدوريات المشتركة على طريق الانفور. آليات عسكرية اضطرت للانسحاب أمام جموع المدنيين. كنت معكم من الأوتوستراد الدولي المتعارف باسم الانفور، مصعب الأشقر لشبكة بلد نيوز.